لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سقاك الحي الهطال يا معهد الإلف، ويا جنة الفردوس دانية القطف، أيا منزل الأحباب بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي. تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة إذ عفي. رمتها يا سهام الدهر وهي صوائب بشجو إلى أن جرعت غصص الحتف، وجاءت إلى الكرار تشكو اهتظامها، ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف، أبا حسن يا راسخ العلم والحجاب، إذا فرت الأبطال رعبا من الزحف، أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخسف. ويلطم عيني نصب عيني ناصب العداوة لي بالضرب مني يستشفي، وما برحت مهضومة ذات علة تفرقها البلوى وظالمها.
انقضت مكسورة الضلع مسقطة جنين لها بالضرب مسودة يا الكتف متعجب العالم من يا أفعالك يا كرة في الدار جالس والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيدك سيف الأفقاع وانا انتخب في الضايا وجنيني خرب العتا وتعفرت بالباب من الضلع مكسور ويدي على ضلعي يا حيدر والدم يفور والجزل يا ابو حسين بالنيران مسعور ناديتهم ردوا ولا يا ردوا ليجوا انا ومن طحت خلف الباب يا راعي الحمير ناديت يا فضة تعالي بعجل وخريت يا حامي الحماية مغشي رد لي الطاغي والاختشايا منك ولاها وانت تشوفها يا علي وتسمع ونيني وقف على راسي ولطام خدي وعيني وانا انتخي واصيح يا فضة دركي حمرت عيوني وخرجني صدري يمصى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآله. موضوعنا بعون الله تعالى صور من مظلومية الصديقة الزهراء سلام الله عليها، وذلك يتم في نقطتين. النقطة الأولى إشكالية قديمة متجددة، لماذا تؤكدون على المظلومية؟ لماذا لا نطوي هذه الصفحة؟ ما هو الداعي لأن ننبش التأريخ ونتكلم في هذه المعائب والمثالب؟ ألم يأمرنا الله بالستر؟ ألم يأمرنا الله بالصفح؟ فلماذا لا زال المؤمنون إلى هذا الزمان يؤكدون ويرسخون ويعيدون قضية مظلومية الزهراء روحي فداها؟ النقطة الأولى وقفة فقهية، لا بأس
أن نقف في مسألة فقهية ترتبط بالآية التي تلوتها قبل لحظات. الغيبة لا شك في حرمتها من القرآن، من الروايات، من العقل، من الإجماع. إنما ثلاثة أسئلة: ما هي الغيبة؟ ما هي شروطها؟ وما هي مستثنياتها؟ أول سؤال: الغيبة هي أن يذكر عيب مخفي لمؤمن يتأذى إذا سمعه. طبعا الفقهاء قالوا هذا التعريف معناه أنه لا يشترط أن تقصد الإساءة. يعني ويش؟ يعني كفي أن تذكر العيب، مو لازم متعمد تسيء إليه. ما قصدي أنا أستنقصه، مو لازم تقصد استنقاصه، يكفي أنه عيب. وله شرط أن هذا العيب مثلا في دين، حتى لو عيب بدني فيه مشكلة في جسده، حتى لو كان عيب في نفسيته، في أخلاقه، في دنياه، في آخرته، كل العيوب بلا استثناء ذكرها إذا كانت مخفية يعد من الغيبة. ومو لازم تكون باللسان، صحيح غالبا باللسان، بس ترى يصير بغيره بعد، بالكتابة ممكن تصير، ممكن بالإشارة، يعني بعض الإشارات، إيحاءات يفهمها الطرف المقابل أني أقصد عيب معين، بخل مثلا أو غير ذلك، فهذه أيضا تندرج ضمن الغيبة. إذن الغيبة ترى مي بسيطة، تشمل حتى غير القاصد للإهانة، تشمل حتى العيوب البدنية، تشمل حتى الإشارة، حتى الكتابة. هذا أول سؤال. السؤال الثاني: ما هي شروط الغيبة؟ قالوا يشترط في الغيبة أولا أن أعين وأحدد، يعني لازم أقول ترى هذا فلان فيه كذا. أما إذا خليتها كذي بدون أن أحدد بعضهم فيه كذا، الآن هذا إذا الطرف المقابل ما درى منه هالبعض، مو غيبة. اثنين، طبعا حتى لو مثلا حددت بشكل أضيق، قلت هالبلدة فيها واحد سارق، ما حددت منه، هذه مي غيبة بعد. فلان أولاد فيهم واحد فاسق، مي غيبة. نعم قد تكون حرام هذه لعناوين أخرى، الهتك مثلا، بس مي غيبة. الشرط الثاني أن يوجد سامع. ما إذا واحد قاعد في الغرفة وما حد يسمعه وكتب حاجة، تكلم بحاجة لا أحد قراها ولا أحد سمع، هذه مي غيبة، لا إشكال فيها. الشرط الثالث أن لا يكون من المستثنين، من المستثنين عفوا، من الذين يستثنون، بعد شوي بذكرهم منهم اللي يستثنيهم الشارع المقدس. الشرط الرابع أن أكون مكلفا مختارا، يعني مو مجبور على أن أغتار مثلا باختياري هذه الغيبة، عاقل بالغ مكلف، إذا هذه موجودة تنطبق الغيبة وشروطها. سؤال الثالث: ما هي المستثنيات؟ أحيانا يا أعزة صحيح غيبة كل الشروط موجودة، إلا أن هذا الشخص توجد استثناءات تجعل غيبته حلال. سامع بالغيبة الحلال؟ نعم في غيبة حلال. كيف؟ أولها إذا كان الشخص متجاهرا بالمعصية، ما يخاف الله، زين بتعصي دستر على روحك، لا علنا ما عنده مشكلة، هذا تجوز غيبته. نعم يعني كلفت فقهية في خلاف بين العلماء، هل هذا يغتاب في خصوص اللي تجاهر به؟ لو في كل شيء خلاص تسقط حرمته، لو بس في اللي جاهر به، خلاف بين العلماء. أيضا من المسائل الخلافية، هذا تجوز غيبته إذا كان التجاهر يردعه لو مطلقا. يعني ويش؟ يعني أنا الحين إذا تجاهرت وأعلنت أن فلان سوى كذا وكذا،
ليش أعلن؟ حتى يتأدب له، يعني يستحي يمكن إذا الناس كلهم سمعوا ودروا يمكن يستحي ويخجل. فهل يجوز غيبته فقط في هالحالة؟ يعني إذا تأثر لو مطلقاً، بعض العلماء يقولوا مطلقاً خلاص ما دام تجاهر بالمعصية عاد، تأثر استفاد من غيبته، ما تأثر تجوز غيبته. قسم من الفقهاء لا، يقولوا بس للردع مو أزيد، بس للردع، يعني مقدار اللي يكفي لردعه، أما إذا عرفت هذا لا يفيد وياه ولا شيء، بس بتعب روحي على الفاضي. هذا بعض العلماء يستشكل في غيبته. إذن أول استثناء المتجاهر والعياذ بالله. استثناء الثاني، إذا سئلت واستشرت، وهذه مي دائما بعد، إذا كان أمرا مهما خطيرا يمثل إليها بالزواج، مثلا جاءوا سألوني استشاروني وش رايك في فلان متقدم لبتنا، زين ما تبتلي المسكينة بعدين، الحين قول لهم، لا تقول خلني أستر عليه، لا مو من موارد الستر هذه، أتكلم وأصرح بما فيه. طبعا أيضا بحث العلماء هل يشترط أن أسأل لو على طول أنا أبادر يجوز لي؟ بعض العلماء يقولوا إذا استشرت، بعضهم يقول لا مطلقا يجوز لك. من الأمثلة البيع والشراء، جاي يشتري وأنا أعرف نصاب هذا بيلعب على البياع، بيقول له بأجيب لك فلوس وما بيجيب لي شيء مثلا، هنا بعض العلماء يقول هذا من المستثنيات. إجارة من المستثنيات، وكالة، شهود، هذه موارد يستثنى فيها وتجوز الغيبة. ومن الموارد المهمة إذا توقف الدين وحفظه، يعني هذا أعرفه رجال مثلا عند ذنوب ومعاصي وذاك متصدي والناس كلهم يحبوه ويودوه يتبعوه وأنا أعرف حقيقته، إذا كان السكوت عنه يؤثر على الدين هذا أيضا من المستثنيات. ومن المستثنيات غيبة الظالم. هنا مشكلتنا مع بعضهم أنهم يكررون، ليش نبش الماضي وليش تتكلموا عن اللي سووه مع الزهراء ومع الحسين ومع أمير المؤمنين، خلاص انتهت القضية. يا عزيزي لا يقال للمظلوم لماذا تتكلم، فإن العقل والنقل كلاهما يؤكدان أن المظلوم له حق أن يتكلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أنا هنا مظلوم في هذه القضية فيحق لي أن أتكلم، ولا يلومني عاقل ولا يلومني القرآن الكريم. انتهينا من النقطة الأولى، لا بأس بالصلاة. ما علي أزاحمكم، أنا طبعا أعتذر على التأخير ويمكن هالوقفة بعد شوية تأخرنا، بس الجماعة وصلوا إلى الباب فقيام لعلنا نحظى بشرف خدمة من سيأتي. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن. النقطة الثانية، صور من مظلومية الزهراء. أنا هنا أمام باب واسع جدا، ولكن يا أعزة أرى من المهم أن نثبت ونرسخ شيئا من مظلومية الزهراء. لماذا؟ لننجذب نحوها، فإن القلب يميل للمظلوم، وثانيا لنزداد ولاء لأمير المؤمنين، فإن هذه الظلامة ما حصلت إلا لأجل الإمامة، وثالثا لنعرف مسؤوليتنا اتجاه الزهراء،
ضحت بكل هذا لبقاء الدين فتستحق منا كل شيء إلى غير ذلك من الأسباب. ما الذي جرى عليها؟ الصورة الأولى المظلومية الروحية، الظلامة الروحية، ولعلنا يا إخوة يصعب علينا أن نتصور الظلم الروحي، ولكن الظلم الروحي أشد فتكا قد يكون من الظلم الجسدي. ربما أنا أتحمل أن أجرح، أن أضرب، أن أؤذى في جسدي، لكن يصعب علي أن أشتم، أن يتعدى على عرضي، أن تنتهك حرمتي. السيدة مريم حين اتهمت بتلك التهمة تمنت الموت، هذا الألم الروحي. فما الذي لقيت الزهراء في هذا الألم؟ أنقل لكم بعض الصور. أولا، فقدت والدها، لا بل فقدت رسول الله. هي تعرف من هو رسول الله، وقد فقدت بنته التي كانت أحب الخلق إليه. طبيعي أن تبكي وأن تتأثر وأن تتفاعل، والطبيعي أيضا أن تواسى وأن تسلى وأن يجبر خاطرها. الغير طبيعي أن تمنع عن البكاء. أتدري أن الكتب تقول كانت تذهب للمقابر حتى تبكي على رسول الله؟ جاء لأمير المؤمنين، قالوا له لقد آذتنا فاطمة، إنها تبكي الليل مع النهار، لا نهجع في ليل، لا نرتاح في نهار، قل لها فلتبكي الليل أو النهار. جاء أمير المؤمنين، يا ابنة النبي، إن القوم يطلبون أن تبكي ليلا أو نهارا. قالت يا ابن العم، أبكي ليلي ونهاري، وسرعان ما ألحق بأبي رسول الله. صنع لها أمير المؤمنين بيت الأحزان، فكانت تخرج بعيدا عن الناس وتستمر في البكاء والنحيب. إذن أول صورة من صور الظلامة الروحية المنع من البكاء. الصورة الثانية من صور الظلامة الروحية رفض خلافة زوجها أمير المؤمنين. يا أعزة، الزهراء كررت على الناس خلافة بعلها. أنقل لك شاهدا يرويه سليم بن قيس والشيخ الصدوق وابن قتيبة، أن الزهراء خرجت مع أمير المؤمنين ومع الحسنين وطافوا على بيوتات المدينة وذكروا الناس بيوم الغدير وخلافة أمير المؤمنين. أتدري أنه لم يأتي مع الزهراء إلا أربعة؟ تخاذلوا ولم يقبلوا كلامها، وكل احتج بحجة وقال كلمة. قال بعضهم لقد بايعنا غير علي وأعناقنا مشغولة بغيره، وقال آخرون غير ذلك، فرجعت إلى دارها متألمة. الصورة الثالثة تكذيبها. بعد 10 أيام من رحيل والدها أخذت منها أرض فدك فجاءت تطالب بها، فرفض كلامها. كان عندها كتاب تدري ما الذي جرى به. قيل لها أتينا بالشهود، جاءت بأمير المؤمنين، ومن كأمير المؤمنين، مع الحق والحق معه. جاءت بالحسنين، جاءت بأم أيمن، جاءت بأسماء بنت عميس، فرفض شهودها. قالوا لها علي يجر النار إلى قرصه، والحسنان أبناؤك، وفلان أم أيمن تحت يدك، وأسماء بنت عميس كانت عند جعفر بن أبي طالب، هؤلاء يحبون بني هاشم. رفضوا شهود الصديقة الزهراء، ورجعت إلى دارها كاظمة واجدة متألمة.
الصورة الرابعة من صور الظلامة الروحية، أن الصديقة الزهراء، أنا لا يمكنني أن أنقل هذا الشاهد لعدة اعتبارات أشير له، قيلت كلمات عظيمة في حقها على المنبر، على المنبر، ابحثوا بأنفسكم، أنقل بدايتها حتى تبحث عنها. فعالة يتبعها ذنبها، كلمة قيلت في حق الصديقة الزهراء حين طالبت بحقها وحين طالبت بحق بعلها أمير المؤمنين. هذا هو الألم الروحي الذي لقيته الصديقة الزهراء بعد رحيل والدها. الألم الثاني، الألم المالي. كان المال تحت يدها لا لخدمة ذاتها، عاشت حياة متواضعة، باتت على الحصير مع أمير المؤمنين 3 أيام يبيتون جياعا، ما طلبت المال لأجل نفسها، ولكن تلك الأموال كانت في خدمة الإمامة، كانت لإعانة الفقراء. أرض فدك، فدك، لعلك تتصور أنها مزرعة بسيطة، لا، أنقل لك كلمة المؤرخين، أتدري أن فدك، بعضهم يقول بلدة فدك، هذا تعبير المؤرخين، كلمة البلدة كانت تطلق على الكوفة، على البصرة، على مكة، إلى هذا الحد كانت سعة تلك البلدة. بعضهم يقول قرية كبيرة، بعضهم يقول قرى فدك، ولهذا كسعة كانت أرض فدك ضخمة، كخراج يتحدثون أغلب من يتكلم عنها، يقول كثيرة النخل، كثيرة الأشجار، كثيرة العيون، كثيرة الآبار، خراج أرض فدك اختلفوا فيه، لكن بعضهم يقول 70,000 دينار كان خراج أرض فدك في كل سنة. فقراء بعضهم كما يروى كانوا ينتظرون كل سنة ما تغدق الزهراء عليهم وما تعينهم به تلك الأرض. الإمام يقول بلى كانت تحت أيدينا فدك. الظلامة الثالثة، الظلامة الاجتماعية، وهنا أكتفي بالإشارة. سلمان رضوان الله عليه يأتي للزهراء، حاشا سلمان أن يفعل شيئا في حقها، ولكن لعلها أرادت إيصال رسالة من خلال سلمان. جاء يزورها ويعودها في مرضها، فقالت له جفوتموني بعد أبي رسول الله، جفوتموني. هذه الكلمة العظيمة مروية عن لسان الصديقة الزهراء، قاطعوها، جفوها، ظلموها. الصورة الأخيرة والظلامة الأخيرة، الظلامة الجسدية، وهنا تسكب العبرات. عن أي ظلامة أتكلم؟ أنا يا عزيزي لا أطيق ولا أنت تتحمل أن آتيك بكل ما جرى، ولكن ألفتك لشيء. هذه الظلامة الجسدية حصلت وهي حامل، والمرأة الحامل تحتاج للعناية والرعاية. ثانيا، جرت وهي ثاكل فاقدة لوالدها. ثالثا، جرت وهي نحيلة من كثرة البكاء. نقلت لك قبل لحظات تبكي الليل والنهار، من جهة فاقدة، من جهة باكية، من جهة حامل، وفوق كل هذا يأتون إليها قولي لعلي يخرج، وإلا أضرمنا عليكم الدار نارا. أنا لن أنقل لك ما جرى على ذلك الجسد، أترك أحد العلماء الفقهاء العرفاء يتكلم. يا شيخنا الأصفهاني، وإيش صار على ذاك الجسد؟ قال وما أصابها من المصاب، مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذو شجون،
مما به جنت يد الخؤون لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت السماء من حنينها. صعبة هالكلمة بس حتى تدخل في أجواء المصيبة. وللسياط رنة صداها أقبل الظالم وبيمين شايل النار يصرخ يبايعنا علي لو نحرق الدار. ترى هذه الرواية أقرب الروايات ليوم الهجوم، ولهذا أنا بفصل بالهجوم. خلينا نرجع إلى ذاك اليوم. سمعت ونات سمعت الزهرة ونادت ما عندك إحسان، بيتي تحرق وفي وسط بيتي القرآن. نادى نعم في داركم بشعل النيران حتى غصب يطلع يبايعنا الكرة. قالت ارجع خزاك الله ولا تزيد مصابي، ما سمعت ابويا ينادي باب الزهرة بابي، وحجاب بنتي فاطمة نفسه حجابي، وانت علي تهجمي وانا بالاخمر. يحضر نفسك الى الصرخة والأن. وايش صار يا شاعر؟ قال وتسترت بالباب واصبح باب احجاب، وجفوف ام حسين خلتها على الباب، والصوت شال وظل يلوعها ولا وفاطم تنادي قوم لنا يا حمل جار، وما لان قلبه ولا رعى للبيت حرمة، والرحم الله والعدو ما فيه رحمة. السادة يعذروني ايد رفعها ولطم خدها بأشد لطمة، وصارت الزهرة بين صير الباب والجدار. ما قصرت مؤمنين، لكن خلي المجلس يضج على عادتكم، الصوت يوصل إلى المدينة. وإيش صار بعد يا مؤمن؟ قالوا ظل يعصر الزهرة والزهرة ما لها حال، مرة باليمنة تدفع ومرة بالشمال تصرخ حرام، بوسط داري تدخل رجال وسلمت لله حين صار الجلد منهار. بعد بيت واحد قال وتصيح آه وحيدر ما نهض فزاع، والله فزاع حتى نبت مسمار ومن انكسرت اضلاع، وظلت ناحلة الجسم منهدة الركن يغشى عليها تارة وتفيق أخرى. أيتامها حول الحسن الحسين زينب. هنا انقل لك هالموقف. مولاتنا زينب التفتت لإخوتها، نظرت إلى أبي عبد الله. زينب ويش عندك؟ قالت يا أبو علي
تقول له أخبرنك يا خويا الباب من جذوع وجنا مو ضلع كاسر من أم ضلوع شفتها بالصلاة ومنها جف مرفوع وجف ما يرتفع من كثر ما موجوع. لا ما يصير ما نرفع صوتنا كلنا بهالبيت هذا. جاوبها الحسين أحد الشعراء يقول بهالجواب هذا، قال أم تموت من ضرب اللي بيها ثلاثمية رجس داروا عليها. اللي بعد ما صرخ هذا بالضرب ورم ايديها وهذا ورم بساطة سندها الى ان جاء وقت رحيلها. واشر لتلك الرواية وارضج عليكم يا مؤمنين، دخلت حجرتها ما هي الا ساعة واذا بصوتها قد انقطع. وقفت أسمى على الباب يا بنت رسول الله لم تجبها، مولاتي يا زهرة لم تجبها. فتحت الباب وإذا بها ممددة، والله يا قلب ذوب وهلي دمعي ماتت وتصرخ يا ضلعي. شيعنا عش مكسورة الضلعين، شيعنا عش أم الحسن وحسين، شيعنا عش مكسورة الضلعين، شيعنا عش أم الحسن وياي، شيعنا عش مكسورة، شيعنا عش أم الحسن. هذا نعش بنت النبي المختار، زهرة اللي بحشاها نبت مسمار، وتشيعت بالليل مو بنها، وتشيعت بالليل مو حتى قبرها ما ندل وين. شيعنا عش مكسور، شيعنا عش أم الحسن، يلي تشيلون النعش بالهون تدروها ملطومة على العيون، بسياط منها مورمة لمتون تخفي الأطمع صابة فوق العين. شيعنا عش مكسور، شيعنا عش أم الحسن بعد، شيعنا عش مكسور، من تحملون النعش ليميل لا تلجم ودموع من هتسيل، تدرو الزجية منحها لا تنحيل، تدرو الزجية منحها لا تنحيل، ماتت عمرها ما وصل عشرين. شيعنا عش مكسور، عش أم الحسن بعد بعد، شيعنا عش مكسور،
كنت الرسول بالخفا تنشال كشيعها ما حصل عشر رجال بنت الرسول بالخفا تنشال كشيعها ما حصل عشر رجال بس حيدر اللي جتفه بحبان وياه زينب تبجي والسبطين شيعنا عش مكسور مأجور شيعنا عش أم ال بعد بعد شيعنا عش ياللي تشيع الزهرة سوم كان خلف الجنازة كعبة الأحزان زينب تنوح ويلطم العطشان ياللي تشيع الزهرة سوم كان خلف الجنازة كعبة الأحزان زينب تنوح ويلطم العطشة والمجتبى يصرخ فجعنا البين شيع ونعش مكسور شيع ونعش شيع ونعش أم الحسن شيع ونعش شيع ونعش مكسور نزلوا نعش مكسورة الأضلاع قبل انتوسطوا الزهرة وسط القاع زينب من أمها تريد بس وداع زينب من أمها تريد بس وداع وياها تحكي عن مصاب حسين شيع ونعش شيع نعش شيع نعش أم الحسن شيع نعش شيع نعش مكسورة أنا والقلب نار قلبي ما تطفيها الدموع للدعاء ولا يبردها ولا يبردها النعي ودق الجموع أنا بالمدينة ضلع بكرب الأضلوع داسة خيول المي عليها اللهم بالزهراء في كل مريض فرج عن كل مهموم تقبل أعمالنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا عجل فرج إمام زماننا ارزقنا زيارتهم لا تفرق بيننا وبينهم جماعتي الحاضرين احفظهم اللهم ومن يلوذ بهم واقض حوائجهم ارحم موتانا إلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما خادم الحسين أبو أحمد. أتذكر استمعت إليه في هذه الرواية في هذه الحسينية يستحق أن يذكر ويترحم عليه. أسأل الله أن يرفع من درجته وأن يعلي مقامه عند الصديقة الزهراء له ولأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما أبو أحمد وسماحة العلامة الحجة الشيخ مهدي المصلي لهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.